احنا وقعنا بالفعل على موسوعه التحالف الديمقراطي فيها كل هذه المبادئ وما عندناش مانع منها، قلنا احنا ملتزمين بها كحزب سياسي امام الشعب. لكن ما ينفعش ان يجي اي حزب او مجموعه او مجموعه احزاب او نخبه او حكومه تحط وثيقه مبادئ تقول يا شعب خلي بالك ده هي هتحكمك. وينفع ان البرلمان ده مناقض لقواعد الديمقراطيه وينفع مناقض لقواعد نادي الدساتير مناقض يعني لمبادئ الشعب. بتقول انه تيار الاسلام السياسي هو الاحرص على تطبيق الديمقراطيه بحذافيرها. بالضبط. حاجه كمان ما ينفعش اطلاقا. اسمح لي يا دكتور بس خليك كمان دكتور احمد. ما ينفعش اطلاقا يبقى عندي نص دستوري من مشرع دستوري يحدد اختصاص لسلطه معينه وياخذ لها الاختصاص ان تباشره بشكل معين ثم ياتي جهه ايا كانت الدكتور علي السلمي مع احترامنا الكامل له ولا رئيس الوزراء ولا مجلس عسكري ولا شيء بالمره وان يعين جهه اخرى تباشر ذات الاختصاص. طيب. او جزء منه يعني قطع طريق يعني عينته بقى لو قلت انه قطع طريق على مؤسسه دستوريه ان تباشر اختصاص الدستوري. طيب. وهذا تنكب طريق وغصب للسلطه ده عيب خطير يؤدم العمل الذي سينتج عن هذا.